هؤلاء هم 27 مستفيدا من مشروع سيبي سكيلز قبيل حفل توزيع المنح في لقاء مع رئيس مؤسسة المقاول الشاب ومسؤولين عن إدارة المكتب الشريف للفوسفات، حيث تم الإصغاء لهم وهم يتحدثون عن مشاريعهم التي كانت في البداية عبارة عن أفكار وها هي الآن تتحقق بفضل تدخل الشركاء. كان بروجي ديالي ميزون دوموت، الاحساس ديالي بالنسبه للاو سي بي سكيلز هو احساس رائع، ما كنتش نتصور اننا غنوصل لهذه المكانه هذه. بالفضل ديال مؤسسه مقاول الشاب واو سي بي سكيلز وصلنا لهذه المكانه، هذا دافع مسؤوليه كبيره غادي تكون على عاتق ديالي. كانت تعيقنا بعض العوائق من ضمنها المسائل الماديه، والان الحمد لله بفضل مكتب شريف الفوسفات وقرض فلاحي والفونداسيون ديال مقاولين الشباب تحت لينا هاد الفرصة باش يدعمونا المشاريع ديالنا، ممكن نخدمو أكثر بوضوح. وبقاعة الاجتماعات بالمجمع تم تقديم المنح للمستفيدين من البرنامج والتي همت ميادين الخدمات، الصناعة التقليدية والفلاحة بمناطق خريبكا واتزم وأبي الجعد وبنقرير. ودفعت البرنامج مقاولتي ويسر لي وين نخدم في الأوراق دابا. كنت كنخدم بالمهنه في النوار وبغيت نكون مقاولة صغرى. بالمناسبة الحمد لله احنا مطمئنين لأننا كوننا مقاولة. وفي إطار هذه المبادرة اللي قامت فيها المكتب الشريف للفوسفات بتنسيق مع مؤسس مقاول الشاب والقرض الفلاحي توصلنا بالمنح اللي عطاتنا حافز وشجعتنا باش أننا إن شاء الله ننجحوا هذا المشروع. هذا الدعم الذي يهدف بالأساس إلى محاربة البطالة بالدرجة الأولى ودعم وتطوير قدرات الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبلهم بالمناطق التي ينشط بها عمل المكتب.